المبعوث البريطاني إلى سوريا غارث بيل، مرحبا بك على هوا وطن اف ام. مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا على الفرصة. بداية دعنا لو تدعنا بصورة الوضع، ماذا يجري حاليا في مؤتمر جنيف 4، وما هو الدور البريطاني في هذه المحادثات؟ فالوضع المستقر نسبيا، يعني في اجتماعات وفي لقاءات، ويعني انا حاسس انه في الوتيرة الى الافضل، بس يعني بشكل هادئ في خلال هذا الوطلع. الدور البريطاني هون مثل الاصدقاء الثانيين ان ندعم المعارضه اولا قبل كل شيء، نساعدهم باي يعني توصيات اذا لم توصيات مطلوبه من قبل المعارضه في المفاوضات القادمه، بس اهم شيء ان نكون متواجدين كاصدقاء لنوفر دعم معنوي ام فني ام اي شيء مطلوب. هناك ظهر خلافات في بداية المؤتمر بين المنصات الأخرى، منصة القاهرة ومنصة موسكو، ما هو الدور البريطاني في هذه الخلافات أو الإشكاليات؟ الدور البريطاني لن نفرض أنفسنا على المعارضة، يعني طبعا أعتبر أن الهيئة العليا للمفاوضات يعني أهم منصة في كل هذه العملية، لأن اللي فيها خبرة وفيها يعني أفكار جيدة جدا. بنفس الوقت أنا سمعت أنه الهيئة تبنى جسور بينها وبين المنصات الأخرى مثل منصة القاهرة ومنصة الموسكو. دور البريطانيين كدور الأصدقاء التانيين أن يعني كما ذكرت ندعم، نعطي أي يعني دعم معنوي سياسي، بس لا نفرض أنفسنا على السوريين، الشعب السوري، يعني الشعب السوري لا يطلب ذلك. ما هو سبب غيابكم كالحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشكل عام في مؤتمر أستانا، وخاصة أنه هناك الكثير من الفصائل العسكرية شاركت في هذه العملية، والدور التركي والروسي والإيراني لوقف إطلاق النار؟ أين أنتم من هذه المؤتمر؟ فالمنطلق من المشروع الأستانا كان يعني اقتراح روسي تركي إيراني في الأول، ولذلك يعني لم يكن هناك أي احتياج إلى حضور مشاركة الأصدقاء التانيين في هذه العملية. فأنا كنت موجود مع زملائي في أستانا، وكنا متواجدين مع أصدقائنا في الفصائل، وكنا في حوار عميق قبل أستانا، خلال أستانا، بعد أستانا، لكي يعني كالعادة نوفر بعض الأفكار ونتحاور على يعني شو المطلوب من تقوية وقف إطلاق النار وفك الحصار وحتى يعني موضوع المعتقلين. بس إنما أولا قبل كل شيء ما كان في دور رسمي للأصدقاء التانيين. هل هناك سبب لذلك؟ سبب لذلك إنه الاقتراح أجل الهيمنة الروسية. أنا ما بدي استعمل الكلمة الهيمن، بس الروس قاموا باقتراح للفصائل وللنظام ان يكون في يعني تفكير في تقوية وقف إطلاق النار، بس هيك يعني. لو تضعنا بصورة وقف إطلاق النار، هل هناك اي آلية لتطبيق ذلك او مراقبة من قبل الحكومة البريطانية؟ من قبل حكومتنا يعني ما في شيء رسميا. رأينا طبعا بعض الأوراق تم إصدارها من أستانا الاجتماع الأول والاجتماع الثاني. حتى الآن للأسف الشديد يعني لم هذا الوقف إطلاق النار وهذه الآليات لم تصل إلى نتائج ملموسة، وتوجد عنف على الأرض، وتوجد طبعا النظام يقوم حتى الآن بقصف شديد على المناطق المحاصرة. فالمهم أن الفصائل قالت رسمين وغير رسمين أن حتى الآن لم ينسحبوا من أي آلية، لأنه الهدف الفصائل وهدف المعارضة بشكل أوسع الانتقال السياسي في سوريا، وإذا في أي مشروع يؤدي إلى هذا الانتقال السياسي هم سوف يؤدوا بالمشروع. سؤالنا الأخير حول موضوع الدور البريطاني في جنوب سوريا، ما هو الدعم الذي يقدمه المعارضة السورية من جميع الأمور؟
فلا نوفر دعم في الجنوب مثل ما بنوفر دعم في الشمال كذلك في كل أنحاء سوريا، بنركز دعمنا على المناطق طبعا تحت سيطرة المعارضة. في الجنوب يوجد مساعدة إلى الدفاع المدني، إلى الشرطة، وكذلك إلى سبيل المثال فقط من ناحية المنظمات المدنية، يعني بشكل عام من ناحية المنظمات المدنية. البريطانية المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر دولة مانحة في سوريا، بنركز على الجنوب مثل ما بنركز على الشمال كذلك. جارث بيلي المبعوث البريطاني إلى سوريا، شكرا لك. أنت المشكور، شكرا جزيلا.